مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين. خصصنا هذا المساء عن المدنيين المتواجدين في مناطق المواجهات، من يتحمل مسؤوليه حمايتهم؟ أكثر من مرة يعلن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات توقيف معركة الحديدة، الأمر الذي ينعكس على حياة أكثر من 400 ألف نسمة تتمترس بهم ميليشيا الحوثي التي تغتنم فرص التوقيف لتعزيز تواجدها العسكري. في الأثناء تتضاعف مأساة عشرات الآلاف من سكان الأحياء الواقعة على خطوط النار في ظل غياب المنظمات الدولية التي يفترض بها التواجد لإنقاذ والإخلاء أو على الأقل تأمين ممرات آمنة للنازحين. الأمر ينطبق أيضا على سكان القرى الواقعة بين شمير وجبل حبشي والحوبان في تعز، وكذلك في الحقب ودمت بالضالع والملاجم في البيضاء ومناطق أخرى لا تزال خارج نطاق الاهتمام الإعلامي. إزاء ذلك يبرز السؤال عن مسؤولية المجتمع الدولي والتحالف والحوثيين عن الضحايا المدنيين المحاصرين أو الواقعين في المناطق الملتهبة. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط الحقوقي طارق سرور، وسيكون معنا من نيويورك رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار، ومن العاصمة الأردنية عمان إيناس زايد مستشار قانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ مع الأستاذ طارق سرور عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساك الله بالخير أستاذ طارق. أهلا مرحبا والتحية لك ولضيوفك الكرام ولكافة مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ طارق. بداية، كيف تتابع وضع المدنيين في مدينة الحديدة لا سيما والمواجهات وصلت إلى الأحياء السكنية، وأيضا ميليشيا الحوثي قامت ب اتخاذ المدنيين دروع بشرية، لغمت الشوارع، رفعت القناصة في معظم المنازل وفخخت العديد من الأحياء؟ أخي الكريم، وضع المدنيين في الحديدة هو وضع كارثي ومأساوي بكل ما تعنيها الكلمة، ليس من الآن بل هو منذ 4 سنوات منذ سيطرة هذه الميليشيات الانقلابية على الوطن ودخولها الحديدة. فالمدنيين في الحديدة يعانون بشكل كبير جدا من الانتهاكات الكبيرة لميليشيات الحوثي الانقلابية، بدءا من الاعتقالات والاختطافات وتفجير المنازل وقطع الكهرباء والوقود ومصادرة الحياة السياسية والإعلامية بشكل كامل، قتل المتظاهرين، كل هذه الاستيلاء على مقرات الأحزاب والمنظمات والجمعيات منظمات المجتمع المدني، كل هذه المظاهر والانتهاكات تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 4 سنين. الآن الوضع يزداد سوءا للأسف الشديد. طيلة ال4 سنوات الماضية لم يتكلم المجتمع المدني عن هذه الانتهاكات، نراه يتكلم ويتحدث عندما يكون هناك النصر قاب قوسين أو أدنى، أو عندما يكون يقرب القضاء على هذه الميليشيات في المدينة نبدأ نسمع للأسف الشديد أصوات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية. الآن الوضع ومع توقف المعارك الأخيرة للأسف الشديد، الضحية الأكثر أو الضحايا الأكثر أو نقطة الضعف هم المدنيين وسكان هذه المناطق. نعم. مع فترة التوقف تمت الاعتقالات هذه الميليشيات، قامت بحملة تمشيط واعتقالات كبيرة جدا جدا لمعظم شباب المدينة بالتهم الجاهزة وهي التعاون مع العدوان. بتوقف هذه المعركة استعادت هذه الميليشيات أنفاسها وزادت وضاعفت من تلغيم الأحياء والحواري والشوارع والمؤسسات والمقرات الهامة والعمل على تفخيخها وتجهيزها بشكل كامل، بشكل تلغيمها بشكل كامل. نعم. منذ توقف هذه المعركة بدأت الحشود الكبيرة أيضا من مناطق صنعاء وعمران ودمار وغيرها
تصل إلى الحديدة، فهو هذه توقف هذه المعركة ضاعف الكار الوضع الإنساني السيء الذي يعيشه سكان مدينة الحديدة. ولكن الأمم المتحدة استطارق بالدرجة الأولى مسؤولية إخواننا وأهلنا في الحديدة. نعم، كما تعلم الأمم المتحدة وأيضا ربما المشروع البريطاني والتدخل البريطاني من أجل إيقاف معركة الحديدة هو جاء من أجل الحفاظ على المدنيين في هذه المدينة والسكان حتى لا يسوء الوضع أكثر، وأيضا من أجل أن تصل لهم المساعدات والمعونات الإغاثية كما يقولون. أخي الكريم، كما ذكرت لك معاناة أهلنا في تهامة منذ 4 سنوات، لم نسمع عن جهود المجتمع الدولي. وصلت المعاناة في الحديدة إلى تفجير منازل المواطنين الرافضين لوجود هذه الميليشيات، وصلت إلى التعذيب حتى الموت، وصل إلى تهجير مواطنين وعشرات الأسر هجرت. لم نسمع أي تباكي من المجتمع الدولي حول الوضع الإنساني. الآن هذا التوقف يزيد من هذه الكارثة ويضاعف من أوضاع أهلنا وإخواننا في الحديدة. نعم، الآن صارت الطرق شبه مقطوعة، صار المخزون الغذائي يقل بشكل يومي، الأعمال توقفت، معظم الأعمال تقريبا توقفت، وصار الناس بدون مصدر دخل، لا يستطيع أن يدبر قوت يومه. الممرات الآمنة غير موجودة إلى المناطق، المناطق معظم الطرق إن تمكنوا من الخروج فهي مفخخة بالألغام أو تتابعهم قصف مدافع الهون الحوثية إلى مناطقهم. نعم، فالوضع كارثي بمعنى. نعم، طيب استطارق لما تعنيها الكلمة. نعم، يحتاج تدخل دولي ويحتاج أيضا. نعم، تحمل المسؤولية الأخلاقية من قبل التحالف. نعم، إذا كان هذا التوقف كما تقول استطارق كونهم هم السبب الرئيسي في ذلك. نعم، إذا كان هذا التوقف لا يصب في مصلحة المواطنين والمدنيين في محافظة الحديدة، والذي تقول ربما 4 سنوات لم يلتفت المجتمع الدولي إلى مأساة أبناء الحديدة، إذن ما هي الأهداف من هذا التحرك الدولي بهذا التوقيت الذي كان النصر قاب قوسين أو أدنى لتحرير الحديدة؟ أخي، أنا لا أفهم كأحد أبناء الحديدة، ولا أفهم إلا أن هذا التوقف هو لصالح ميليشيات الحوثي. هذا التوقف هو لمحاولة فرض الحل السياسي بما يضمن لهم حفظ ماء الوجه. هذا التوقف نتيجة أيضا تحرك دبلوماسي أعتبره ناجح للميليشيات، وتعاون واضح ظهر جليا من قبل البريطانيين ومن قبل الأمريكان. أيضا فجأة يصرح وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي، فجأة تدخل بريطانيا بكل قوتها، فجأة يزور الحديدة ممثلين عن برنامج الغذاء الدولي عن ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مسؤولين من الدرجة الأولى لم يصلوا الحديدة منذ 4 سنوات. واضح جدا بأن هناك دور إقليمي سيء لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي بانتصار الشرعية. نعم، إذن أمام هذا المأساة، إذن أستاذ طارق، في الحديدة ووضع المدنيين الصعب، كيف يتدبر أبناء الحديدة وضعهم في ظل الحصار وفي ظل تلغيم الشوارع والاعتقالات التي تمارسها ميليشيات الحوثي؟ أخي الكريم، أنا لازم أستقبل اتصالات اليوم العصر من مواطنين فعلا يشتكون بأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا إلى الأسواق خشية من الميليشيات التي نشرت أفرادها في أعماق الحواري والأحياء الداخلية والأزقة، بحثا عن الشباب وعن الناشطين وعن كل من يتحرك، فحتى لا يستطيعون الذهاب إلى البقالات المجاورة لشراء حاجياتهم اليومية. الوضع فعلا مؤلم، الوضع فعلا كارثي. لا وجود للمنظمات الإنسانية هذه التي تتباكى على الوضع الإنساني وعلى إخواننا وأهلنا كما يقولون، لا أثر لها ولا وجود. لم يستلموا سلة غذائية، لم نرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولم نرى المنسقية الدولية لشؤون اللاجئين، ولم نرى أيضا برنامج الغذاء العالمي الذي ضجنا واكتشف بأن هناك آلاف الأطنان موجودة في مطاحن البحر الأحمر للغلال لم توزع للمواطنين
المستحقين لها، وإنما نعم. كان يخزنها الحوثي لمجهوده الحربي. نعم. فالوضع فضيحة بما تعنيها الكلمة. طيب استطالة، بأن منظمات المجتمع الدولي للأسف الشديد تتعامل بتعاطف كبير مع الميليشيات، أو نستطيع أن نقول بأنها لا تؤدي دورها كما ينبغي. طيب. وكما حملها القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. نعم. طيب استطرت اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث. نعم. اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان من نيويورك. مساك الله بالخير دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور دحان. بداية، من يتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطق المواجهات سواء في الحديدة أو في دمت أو في تعز أو في البيضاء؟ المسؤولية الأولى تقع على طرفي النزاع باعتبارهما من يدير المعركة العسكرية، وبالتالي هم من يعرض المدنيين للخطر. لكن أيضا هناك المسؤولية الأخرى تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب عليه أن يقوم بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين في ظل النزاعات المسلحة، سواء كانت نزاعات دولية أو نزاعات داخلية كما هو الحال في الوضع اليمني الحالي. فالطرفين الداخلي مسؤول، والطرف الخارجي أيضا مسؤول عن حماية قواعد الإنسان الدولي. نعم. القانون الدولي الإنساني. نعم. كيف يمكن للطرف الداخلي وعلى وجه التحديد ميليشيا الحوثي أن تحمي هؤلاء المدنيين، وهي أيضا من تفخخ الشوارع، من تتخذ منهم دروعا بشرية، من تعتري أسطح المنازل ويعني تنشر قناصتها في كل الشوارع والأحياء في مناطق المواجهات؟ وهنا تكمن المشكلة. إذا غاب الضمير الإنساني، إذا غاب الضمير الوطني، ولم يكن ابن الوطن سواء كان مشارك مع هذا الطرف أو ذاك معني بحماية مدنيه، فهذه كارثة كبرى. فيجب على المجتمع الدولي هنا أن يتدخل ليفرض قواعد القانون الإنساني الدولي، ليحقق رقابة على الأرض وتسجيل الخروقات، وبالتالي يجب أخذ الطرف المخالف إلى محاكم دولية مستقبلا. وبهذه الطريقة يتم ضبط أداء الأطراف أثناء النزاعات المسلحة، لأنه يجب أن تشعر بأنها لن تخرج سليمة أو بريئة مما ارتكبته من جرائم. أنا لا أحدد طرف معين، كل الأطراف اللي تشارك في النزاعات المسلحة سواء كانت في اليمن أو غيرها يجب أن تكون تحت رقابة المجتمع الدولي، رقابة دقيقة وشديدة. إن لم تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي هي طوعا فلتجبر على ذلك، لأنها ستواجه المحاكم الدولية مستقبلا ولن تفلت من العقاب. نعم. التحرك الدولي الآن الذي جاء فيما يخص معركة الحديدة التي كانت ربما على وشك التحرير من قبل القوات الشرعية، حصل تدخل وأوقفت هذه المعركة، لكن الأستاذ طارق سرور وهو من أبناء مدينة الحديدة ويتحدث بأن هذا الإنقاذ جاء فقط لمصلحة ميليشيا الحوثي من أجل ترتيب أوراقها وفتح المعركة من جديد، ولم يأتي من أجل الدفاع أو الحفاظ على المدنيين وتقديم المعونات الإغاثية لهم في مدينة الحديدة. تقديرك أنت دكتور، هل هو في ذات السياق أم لك وجهات نظر أخرى؟ أنا قد لا أسيء الظن تماما في نيات المجتمع الدولي، لكن أيضا هناك علامة استفهام كبرى تضع. من المعروف أن الأمم المتحدة في كثير من الحالات تقوم بإدارة النزاعات الدولية ولا تقوم بحلها، لأن الحل يعتمد على توازنات القوى بين الدول اللاعبة سواء كانت الدول الكبرى أو الدول المؤثرة الإقليمية. فالأمم المتحدة هي منظمة تنسق جهود هذه الدول وتراعي مصالحها، لكنها في الأخير تركز على الجانب الإنساني على اعتبار أن الجانب الإنساني هو الوسيلة الوحيدة التي بمقدورها أن تديرها. فدعونا لا نسيء الظن تماما، لكن نركز على أوجه القصور. يعني المفروض أنه في حالة مثل هذه عندما تركز على الجانب الإنساني في لحظة معينة يجب أن تدرك ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة الإنسانية، وتعمل في الأخير على
القضاء على هذه الأسباب التي سببت هذه الكارثة الكبرى. نعم. اليوم المجتمع الدولي يتكلم عن أكبر كارثة في التاريخ، الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب اليمني. صحيح لم يوجد هناك شعب 80% من سكانه معرضين للمجاعة، معرضين لأخطار الأمراض الفتاكة غير الشعب اليمني. لم يوجد شعب في العالم يتعرض لحرب ضروس داخلية وخارجية كما هو الحال. نعم. في حال اليمن، ولن تفتح حدود الدول المجاورة وشعوب العالم تفتح أبوابها للاجئين والنازحين. الشعب اليمني محاصر بحربين، حرب يقودها فرقاء السلاح، والحرب الأخرى التي يقودها المجتمع الدولي المحيط بنا إقليميا ودوليا، الذي يغلق. نعم. أبوابه ويوصدها في وجه النازحين اليمنيين. فهذه المأساة الكبرى التي لا مثيل لها، والمعايير التي يتم التعامل بها مع المدنيين في اليمن معايير ظالمة. فلا يكفي هذا الضجة البسيطة التي تطرح في الجانب الإنساني. نعم. حول نقمة الغذاء أو حبة الدواء، ولا يتم معالجة الجذور وفتح الأبواب للناجحين للمدنيين كي يجدوا ملجأ. طيب دكتور، يلجؤون إليه من شدة الحرب هذه. نعم. طيب ابقى معي دكتور وأيضا الأستاذ طارق سرور. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لمتابعة استطلاع ميداني تحدث فيه المواطنين عن المعاناة الشديدة التي يتلقوها في مناطق المواجهات. هذا الاستطلاع من مدينة تعز، نتابعه من ثم نكمل الحديث. مصير السكان العالقين بخطوط التماس، مصير الميت الحي، يعني إذا في حصل اشتباك، إذا حصل أي شيء ما يعرفش يخرج. في مرة حصل بحارتنا قذيفة وتعوروا النساء، تعورت نساء وجوها وأطفاله، من كثر القصف من كثر القنص ما عاد عرفش تخرج تسعف، إلا لما جاءت المدرعة بعد حوالي يمكن ساعتين، والنزيف يعني ما وقفش، ويلا ما خرجت الا بالعافيه. هناك العشرات من المدنيين العالقين في خط تماس في كل الجبهات في الجمهوريه اليمنيه، يعانون يوميا المزيد والمزيد من الانتهاكات من قبل الحوثيين، من قنص ومن خوف ومن ضرب بالقذائف، ناهيك عن المواد الغذائيه التي يعني يجدون صعوبه في ايجادها بسبب الحصار من الجهتين. فالحل الأنسب أو الخلاص منهم أو التوفير لهم مكان آمن من أعتقد الأمم المتحدة هي المطلعة على هذا الأمر بشكل كبير، وهي المسؤولة، وإيقاف الحرب في هذه الأماكن أو لجوهم إلى أماكن خاصة بعيدة عن الحروب، لأن المدنيين هناك المدنيين كثير غير قادرين على الخروج من أماكن من بيوتهم بسبب خطوط التماس وبسبب حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم إلى الخروج إلى أي مكان آخر. بالتأكيد أن موضوع العالقين في خطوط التماس سواء في محافظة تعز أو غيرها من المحافظات اليمنية منذ اندلاع الحرب يعانون من أوضاع مأساوية كبيرة نتيجة عدم تمكنهم من الخروج إلى أماكن آمنة وبديلة. هؤلاء المدنيين راح كثير منهم بين شهداء وجرحى، وتنعدم لديهم أو لديهم سبل المعيشة كالغذاء والدواء وغيرها، لأن الطرق تكاد تكون منقطعة بشكل كامل عن هؤلاء المدنيين. الأقدر بطرفي الصراع أن يسمحوا ويفتحوا ممرات آمنة لهؤلاء المدنيين لكي يخرجوا إلى أماكن بديلة، وإن لم تجد فعلى الدولة ممثلة بالهيئة العامة لإيواء النازحين تشكيل مخيمات أو مرافق بديلة لهؤلاء المدنيين الذين تقطعت بهم السبل وهم بين مطرقة الحوثي وسندان إهمال الحكومة. أيضا على المنظمات الدولية التي تتبنى هذه الموضوعات الإنسانية أن يكون لها يد في هذا الجانب، لأن العالقين الآن مسألتهم كبيرة جدا بسبب عدم تطرق وسائل الإعلام لهذه المشكلة والضائع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الاستطلاع الميداني من مدينة تعز، وأعود إلى هذه المرة إلى عمان الأردن مع الأستاذة إيناس زايد، مستشار قانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. مساك الله بالخير أستاذة إيناس. أستاذة إيناس مساء الخير. ربما لا تسمعني الأستاذة إيناس، إذن سأعود إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ طارق سرور. أستاذ طارق سرور، يعني تابعنا في الاستطلاع، يعني لم ربما الحق الذي ينادي به الجميع في مناطق المواجهات هو توفير ممر آمن،
هل عجزت الحكومة الشرعية أو حتى المنظمات الدولية أو حتى يعني من هم متواجدين في هذه المناطق توفير ممر آمن لهؤلاء الناس للنجاة بحياتهم؟ أخي الكريم، للأسف الشديد بأن الاهتمام بالمدنيين هو آخر اهتمامات سواء طرفي الحرب أو التحالف أو حتى المنظمات المجتمع الدولي. فالمفروض حتى عند بداية المعركة أن يتم التنسيق مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر، مع المنسقية العامة لشؤون اللاجئين، مع منظمة اليونسيف لتواجدهم ولفتح ممرات آمنة للمدنيين لسهولة وصولهم إلى المستشفيات، لسهولة انتقالهم إلى مناطق آمنة سواء داخل مدينة الحديدة في المديريات الآمنة أو خارج محافظة الحديدة. للأسف الشديد لن هذا التنسيق غير موجود بالمرة، وتبدأ معاناة أخرى للنازحين المتضررين من الحرب ومن النزاع المسلح عندما يبدأ بالتفكير بالخروج من هذه المنطقة هربا من قذائف والميليشيات، فتبدأ أمامه عدة مشاكل، بداية بالألغام، بداية أو مرورا بعدم وجود الممرات الآمنة، وصولا إلى النقاط الأمنية التي تمنعه من مواصلة رحلته. نعم. أيضا عدم وجود المخيمات الكبيرة والمتسعة والمتصفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالتالي يجد معاناة كبيرة جدا في أن يصل إلى مكان آمن، وهذا تقصير واضح من قبل نعم. التحالف أو من قبل المنظمات الدولية. نسمع إجابة عن هذه التساؤلات أستاذ طارق سرور، نسمع إجابات عن هذه النقاط التي طرحتها من الأستاذة إيناس زايد مستشار قانوني في المصد الأورو متوسطي من عمان. مساء الخير أستاذة إيناس. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذة إيناس. تحدثنا مع ضيوفي الكرام وحتى الاستطلاع الذي وصلنا الميداني، ربما المواطنين في مناطق النزاع يبحثون على الأقل توفير ممرات آمنة لهم، هل عجزت المنظمات الدولية عن توفير هذا الحق؟ أستاذة إيناس، ربما هناك فعلا مشكلة، سنحاول أن نعود الاتصال مرة أخرى، ولكن أتوجه بالسؤال للأستاذ أو الدكتور دحان النجار. الدكتور دحان، كنت قد سمعت سؤالي، هل فعلا المنظمات الدولية قد عجزت عن توفير حتى ممرات آمنة للناس في مناطق المواجهات؟ يا أخي العزيز، أنا لم ألاحظ جهودا بذلت في هذا الجانب من أجل نقول أنها عجزت أو فشلت. كل ما نرى أنه هناك جعجعة ولكن لا نرى طحينا كما يقال في المثل العربي. أين هذه الجهود التي بذلت منذ بداية الأزمة اليمنية، ابتداء من حصار تعز بحصار عدن، الآن حصار الحديدة، حصار بقية المناطق الواقعة في خطوط التماس بين طرفي الصراع؟ لم يتم هناك تدخل فعلي في سبيل انقاذ حياه الناس، بل نشاهد ان هناك حصارا اخر مفروضا على الشعب هذا المسكين المغلوب على امره، لا يستطيع المدني ان ينفذ من قريته او مدينته الى مكان امن اخر، ولا يستطيع ان ينفذ من بلده الى بلد اخر. اليمن في الماضي عندما اشتدت الازمه الصوماليه استقبلت اكثر من مليونين لاجئ صومالي، وكذلك بعض دول الجوار. اليوم أينما واجد دول الجوار والتي هي شريكة في هذا الحرب تجاه المدنيين في اليمن، كل الدول هذه أوصلت أبوابها، كل الجيران أغلقوا أبوابهم بزبر الحديد في وجه كل لاجئ يمني، والمنظمات الدولية أيضا أخفقت في أن ترفع صوتها في هذا الجانب، سواء من حيث التدخل الفعلي في مناطق النزاع المحصورة داخل البلد كما هو الحال الآن في الحديدة أو كما حصل في تعز أو في المخا سابقا،
من ان يتواجد الصليب الاحمر ومنظمه الهجره الدوليه واليونسيف وغيرها وتفرض رقابه شامله وتفرض مقرات امنه تشرف عليها بشكل مباشر لاخراج المدنيين الى مناطق امنه او الى معسكرات اللجوء. لم يحصل هذا يعني لم يحصل هذا، كل ما نسمع فقط مزيد من الشعارات الفضفاضه لكن ما في هناك تحرك فعلي على الارض. على الارض نعم دكتور، يجب ان يكون هناك تحرك فعلي على الارض. نعم طيب، اعود الى عمان مره اخرى للاستاذه ايناس، هل تسمعيني يا استاذه ايناس؟ نعم اسمعك جيدا، اهلا بك مره اخرى. استاذه ايناس، السؤال العريض الذي يتحدث فيه الكثير، هل المنظمات الدوليه عجزت عن توفير حتى الممرات الامنه للمدنيين في مناطق النزاع؟ اذا اخذنا الحديده مثالا او تعز او البيضاء، يعني نحن نتألم ونتأسف عند الحديث الآن عن أبسط يعني الخيارات لنقل، وهي توفير الممرات الآمنة، والتي على الرغم من أنها يعني ليس لا ترقى للمتطلبات الأساسية لما يحدث الآن في اليمن أو للمطالب الأساسية التي نريد أن تحدث الآن في. نعم نعم نعتذر مرة أخرى، هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذة إيناس. سأعود للأستاذ طارق سرور. أستاذ طارق سرور، الآن أنتم كحقوقيين وكناشطين ومن أبناء مدينة الحديدة، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبوه حاليا لتوفير هذا المطلب الذي يبحث عنه المدنيين في مدينة الحديدة؟ أخي دورنا نحن التوضيح والنشر والتواصل والتأكيد على قصور عمل هذه المنظمات. دورنا هو إظهار معاناة أهلنا وإخواننا في تهامة، سواء في مناطق النزاع أو في المناطق التي ينزحون إليها. دورنا هو التخاطب مع السلطة المحلية ومع اللجنة العليا للإغاثة أيضا، الذي أثبتت فشلها الدريع في القيام بواجبها. دورنا هو التواصل مع الهلال الأحمر الإماراتي، مع مركز الملك سلمان، مع المنظمات المعنية بتقديم العون للنازحين ولتقديم لتوفير الممرات الآمنة لأهلنا في تهامة والخروج من المناطق من هذه المناطق. لكن نلاحظ بأن صوتنا لا يصل أو لم يتم الاستجابة له، فالأوضاع المأساوية يوميا تزداد سوءا، وأهلنا يعانون بشكل يومي، ووضع الوضع صار كارثي، وهذا باعتراف وتقارير المنظمات الدولية الذي نراها يوميا تصدر التقارير لتؤكد على الوضع الإنساني السيء والكارثي في اليمن، ولكن لا نرى أي أعمال على أرض الواقع لإنقاذ أو هذا الوضع الكارثي، وكأن هذه البيانات أو التقارير هي فقط لمحاولة جمع الميزانيات والتبرعات لصالح هذه المنظمات، ولكن لا يستفيد منها المواطن ولم يلمس أثرها. نعم طيب أستاذ طارق، اسمح لي أعود للدكتور دحان النجار. دكتور دحان، المتابع للشأن خاصة مدينة الحديدة أو محافظة الحديدة على وجه التحديد يرى أنها تتصدر ربما كل المواقع والقنوات والجلسات الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، لكن على أرض الواقع فعليا لا نجد يعني صدى ينعكس لكل المواقف التي تصب على ما يقولون في مصلحة أبناء الحديدة والمدنيين وإنقاذهم وتوفير أماكن آمنة لهم والغذاء والدواء لهم. برأيك لماذا؟ هل هي مزايدة سياسية أم هي عبارة فقط عن ضغوطات استغلها سياسيا لدعم حليف معين ضد حليف آخر؟ هذا من جانب الأول هو الجانب الإنساني. أنا أرى أن هناك قصور واضح، كما أكد زميلي الحقوقي طارق، بأن هناك تقصير واضح من قبل المنظمات الإنسانية ومن قبل المجتمع الدولي من حيث إيجاد المخارج الفعلية لإنقاذ المواطنين في مدينة الحديدة.
والجانب الآخر هو الجانب السياسي. الجانب السياسي ربما اليمن هي مادة دسمة والوضع اليمني مادة دسمة لصالح فرق سياسيين دوليين. في هذه الحالة يتم جمع الأموال، في هذه الحالة يتم توظيف الأيادي العاطلة عن العمل على مستوى عالمي. أيضا تتم المقايضة بين الأطراف الدولية ذات المصالح بما في استمرار الوضع القائم في اليمن، وهذا غير متناسب. معروف أن الصراعات الدولية لها امتداداتها وهي تعبر عن مصالح أطرافها المشاركة فيها، فلا أرى أن هناك جدية. كلما أشرت الأوضاع في الحدود كلما تدخل المجتمع الدولي لإيقاف المعارك. طيب توقف المعارك اليوم وتبدأ بعد أسبوع، وبهذا الحال تزداد معاناة المواطنين. لا أرى أنها طرحت حلول جذرية تلزم أطراف الصراع بالإيقاف الفعلي والنهائي وإيجاد مخارج لهذا الأمر، ولا تم ترك الأمر أيضا للمعنيين فيه داخليا لتصفيه حساباته، وبالتالي تزول هذا المحنه بوقت اقصر فيما يخص المعاناه المدنيين. انني لا افضل الحرب نهائيا وارفضها بشكل مطلق اينما كانت من اي زمان ومكان، لكن طالما وقد حلت فان تتدخلوا بحلول جذريه وتضعوا خطوط عامه لحمايه المدنيين على المدى البعيد. فإما أن تعترفوا بفشلكم فلماذا جمع الأموال وهذه اللقاءات الدولية والقرارات في مجلس الأمن وفي مجلس حقوق الإنسان وإلى آخره، لكن لم نرى على الأرض لا مزيد من معاناة المواطنين المدنيين. أنا بصفتي كحقوقي يهمني وضع المدنيين، لا يهمني من سينتصر في هذه الحالة هذا الطرف أو ذاك، هذه الدولة الكبرى أو تلك، يهمني ماذا حل بالمدنيين البسطاء. معاناتهم تزداد كل يوم، وكل ما نرى ان الحديده تزداد تدميرا بحيث البنيه التحتيه وتشريدا لمواطنيها. وماذا يقدم المجتمع الدولي للمواطن الانساني؟ قليل من الحبوب او قليل من المواد الغذائيه التي تلقى هنا وهناك او بعض الادويه. نريد حلول جذريه تفيد المواطن وتحمي حياته من الانقراض. اليوم الحرب قد يمكن تؤدي الى هلاك مئات الالاف، كان بكاملها منطقه منهوبه وتقل فيها كارثه انسانيه من زمن بعيد تضاعفت في هذه الحرب اللعينه التي وضعت اوزارها عليهم وتسبب المعاناه. ثم في ظل هذا التغاضي الدولي من قبل المنظمات الانسانيه والمجتمع الدولي الذي لا نسمع الا مزيد من البيانات ومزيد من التصريحات والزيارات المكوكيه لفرقاء العمل الانساني والسياسي. نعم. طيب دكتور دحان رئيس المجلس العالمي لحقوق الانسان، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى ضيوفي الكرام نذهب الآن نتابع استطلاع أو آراء لمجموعة من القانونيين يتحدثون عن الوضع القانوني للناس في مناطق النزاعات ودور المنظمات الدولية وأيضا طرفي النزاع في عمل ممرات آمنة وحفظ يعني أماكن لهؤلاء الناس الذين يجدون أنفسهم ضحايا في مناطق المواجهات والنزاعات. نتابع هذا الاستطلاع ونكمل النقاش. المدنيين العالقين في المواجهات حددها القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الأربع، بحيث تلتزم أطراف الحرب أخلاقيا وقانونيا بحمايتهم وعدم المساس بهم أو السماح للمنظمات الدولية الإغاثية وعلى رأسها الصليب الأحمر بتسهيل إخراج المدنيين من مناطق المواجهات. طبعا المواطنين العالقين ما بين المواجهات المسلحة ومناطق الصراع المتواجدة في جبهات القتال طبعا بيكونوا هم الضحية بشكل عام، دائما تعرضوا لاعتداءات متكررة لمغذوفات متعددة من قبل الميليشيات، وبالتأكيد حياتهم أيضا تكون مهددة بالخطر. لابد أن يكون الإجراءات من قبل الجهات المعنية من الصليب الأحمر الدولي أن يكون لها دور في هذا الجانب في تجنيب المدنيين الصراعات والاعتداءات المتكررة، لأن المواطنين العالقين ما بين الصراعات المتواجدة ما بين الجهات المعنية المتصارعة دائما يكونوا الضحية في هذا الجانب ويتعرضوا لاعتداءات متكررة.
لابد أن يكون الصليب الأحمر للجهات الداعمة المنظمة الحقوقية دور كبير في إجلاء السكان الذين دائما يكونوا متواجدين في مواقع المواجهات أو تجنيب تلك المدن والمناطق الأهلة بالسكان من الصراعات المسلحة المتواجدة. تشهد المناطق اليمنية خصوصا المناطق التي تدور فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وبين جماعة الحوثي، هذه المناطق أغلبها أو معظمها يتواجد فيها مدنيون تدور في مدن تدور في قرى يسكن فيها آلاف المواطنين. هؤلاء المواطنين أصبحوا ضحية وأصبحوا في وضع لا يحسد عليه. المطلوب من جهات الصراع من سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي هو إيجاد منافذ آمنة. أولا هو المطلوب هو تجنب المناطق السكنية، لا يجرجروها إلى صراع، لا يدخل الصراع إلى المدن. يحبذ أن يكون أو من المفترض أن يحيدوا مناطق المواطنين أو مناطق السكن الذي يتواجد فيها آلاف المواطنين، خصوصا ما هو الآن موجود في مدينة دمت. هذه المدينة أصبحت على وشك كارثة إنسانية إذا استمر الصراع في محيط المدينة، كذلك ما هو موجود الآن في مدينة الحديدة. إذا استمر الصراع بهذه الكيفية أو بهذه الصورة جوار المدينة فهذا سيكلف المدنيين ثمناً باهظاً. حياكم الله مشاهدين الكرام. إذن هذا هو وجهة نظر بعض القانونيين حول يجب على من هم في مناطق النزاع والمواجهات توفير أماكن آمنة أخلاقياً، وأيضاً من قوانين الإنسانية والحروب أن توفر لهم طرق آمنة على الأقل للخروج سالمين في حال حدثت هناك مواجهات وحروب في هذه الأماكن التي تكتظ بالسكان. أعود إلى عمان مع الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس تسمعينني هذه المرة؟ نعم أسمعك. أهلا بك من جديد. كنت قد سألتك هل عجزت فعلا المنظمات الدولية عن توفير أماكن آمنة وخطوط آمنة للناس للنزوح أو الخروج من مناطق المواجهة؟ نعم، يعني مساء الخير. من واجب كافة الأطراف أولا على أرض اليمن وأيضا المنظمات الإغاثية والإنسانية وأيضا المجتمع الدولي أن يوفر الظروف الآن لتنقل أو لانتقال الأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون بأي شكل من الأشكال بالعمليات العسكرية من المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة. هذه مسؤولية بالتأكيد تقع على كافة الأطراف بالدرجة الأولى وأيضا على المجتمع الدولي ككل بما فيه المنظمات الدولية، ولكن إذا كنا نريد أن نتحدث عن متطلب الآن نريده في اليمن فهو ليس إيجاد ممرات آمنة وليس نقل هؤلاء المدنيين إلى مناطق آمنة، حتى ليس الغذاء وليس الدواء. نحن بحاجة إلى السلام الآن، لأن السلام الذي سيتحقق في اليمن سيحل هذه المشاكل. نحن الآن نواجه ثلاثي مميت في اليمن، هناك الموت والجوع والدمار يحيق بكافة الأشخاص المدنيين. ناقص الخطر في اليمن قرع منذ زمن طويل، ولا أعتقد بأننا كنا بحاجة يعني تصريحات صادرة عن برامج الغذاء العالمي التي تقول بأننا على يعني مشارف أسوأ كارثة إنسانية مرت على العالم منذ 100 عام، لأن هذا التصريح قد صرحه مسؤولون أمميون قبل عام من الآن وقالوا بأن الوضع في اليمن هو يشبه يوم القيامة. وهذا الأمر يعني أجد بأن صمت المجتمع الدولي ككل عن هذه المأساة الإنسانية التي تواجه اليوم المدنيين هو بمثابة اشتراك في المعاناة التي يعانيها هؤلاء الأشخاص. نعم. هناك أطفال تموت من الجوع، هناك استمرار لاستهداف الأعيان المدنية من مدارس ومساجد وأحياء سكنية سواء بالتفخيخ من قبل ميليشيا الحوثي أو حتى بالقصف المباشر والاستهداف من قبل طائرات التابعة للتحالف. نعم. لذلك فنحن نقول عن مسؤولية مشتركة الآن. نعم. على الجميع. أستاذة إيناس، المسؤولية مشتركة من الجميع، ولكن ربما الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر ويفرض واقع آخر غير الطرفين المشتركين في هذه الحرب هو المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة. يعني المنظمات رفعت أصواتها وتدخلت الأمم المتحدة وأوقفت الحرب، لكن على الجانب الآخر لم توفر يعني أماكن آمنة للناس، لم تحمي هؤلاء الناس في مناطق المواجهات. لماذا برأيك؟
يعني هناك دائما يعني أسباب تتذرع فيها كافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني والعاملة على الأرض في مناطق النزاعات المسلحة، وهي حماية طواقمها. أنت تعلم بأن هناك العديد من الأشخاص العاملين في المجال الإنساني والتابعين للمنظمات، ولكن لا يمكن لهم أن يعملوا في ظروف خطرة، ولذلك أحيانا بعض المنظمات لا ترسل كوادرها لتأمين هؤلاء الأشخاص أو حتى لبذل جهود من أجل تأمين ممرات آمنة نظرا لخطورة الوضع. ولكن خطورة الوضع هذه أيضا يعني تقع على رؤوس المدنيين، ولذلك لابد من إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه الحرب ابتداء، لابد من إيقاف شامل للنار، لابد من وقف للأسلحة والتسليح. وهذا الأمر الذي يعني نراه يعني من مسؤولية الأمم المتحدة بالدرجة الأولى بوصفها يعني الذراع الآن الإنساني الذي يعنى بحقوق الإنسان، أن تقوم الآن الضغط على الدول التي تقوم بتسليح العمليات العسكرية في اليمن. هذه الخطوة لوحدها سوف يعني تخفف من معاناة اليمنيين، ومن ثم الانتقال إلى إدخال المساعدات وأيضا إيجاد الممرات الآمنة وأيضا إعادة الإعمار لكافة البنى التحتية التي دمرت بالكامل الآن في اليمن. أستاذ إيناس، كما تعلمين هناك الكثير من أبناء هذه المناطق الذين يتواجدون فعليا في مناطق النزاعات، وهم أيضا من السكان ومن المجتمع الذين يعيشون هذه اللحظات وهذه الظروف الصعبة، وعندهم استعداد لكي يعني يتعاونوا مع منظمات دولية ويعملون معها من أجل يعني سواء إيصال مواد غذائية أو توفير أماكن آمنة. لماذا لا يتم التعاون بين المنظمات وهؤلاء الذين يعني يتبرعون بأن يعملوا في هذه الظروف الصعبة؟ يعني أنا ربما باعتقادي ولكوني أيضا عاملة في المجال الإنساني وفي منظمة يعني تعنى في حقوق الإنسان، ربما ضعف التواصل أو يعني بالأحرى انقطاع التواصل بين المنظمات وبين هؤلاء المدنيين ربما هو السبب، لأننا نحن على سبيل المثال يعني نستهدف الأشخاص الموجودين في على الميدان من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحدث. نحن لسنا منظمة إنسانية إغاثية، ولكننا منظمة إنسانية حقوقية ترصد الانتهاكات وتقدم تقدمها إلى المجتمع الدولي من خلال يعني مجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى ومن خلال التقارير التي نصدرها. ولكن يعني ضعف التواصل أو انقطاع التواصل في بعض الأحيان مع هؤلاء الأشخاص هو قد يكون السبب في عدم يعني إنشاء هذه الجسور. هذا الأمر يعني أيضا يجب أن يتم الالتفات له، لأن يعني المسؤولية كما ذكرت لك هي مشتركة، وأيضا المساعدة الكبيرة يعني الفرصة الأكبر هي من خلال الاستفادة من الموارد البشرية الموجودة الآن في اليمن. نعم. من أجل إيصال وإنقاذ ما تبقى من المدنيين. نعم أستاذ إيناس، سؤال أخير فقط وأتمنى أن تجيبيني في أقل من دقيقة. يعني تعلمين أنه من يملك قرار إيقاف الحرب هو المجتمع الدولي، وعلى وجه التحديد الدول العظمى كأمريكا وبريطانيا، وتدخل بان ذلك واضحا مؤخرا في الحديدة عندما تم إيقاف المعركة وكانت ربما شرعية على وشك انتصار وتحرير الحديدة. ألا تعتقدي بأنها لديها أيضا القوة في إلزام ميليشيا الحوثي على توفير أماكن آمنة وحماية المدنيين في هذه المناطق، أم هي فقط عبارة عن مزايدة سياسية أو استغلال سياسي لدعم طرف ضد طرف آخر فقط، ولا يعني وليس القيمة للإنسان فعلا وحمايته في هذه الأماكن؟ كل تحرك على الأرض، كل ما يتعلق في حرب باليمن هو يحتاج إلى إرادة سياسية. لا يوجد هناك مستحيل، ولا يوجد هناك ما يعني من الأمور التي يستحيل أن تنفذ على أرض الواقع. إن كان هناك إرادة سياسية لوقف العمليات العسكرية من قبل الحوثيين أو حتى تأمين أماكن آمنة للمدنيين، فنعم سيتم إيجاد حل في هذا الأمر. نحتاج فقط إلى الإرادة السياسية من قبل المجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوة للأمام فيما يتعلق بالملف اليمني، وليس النظر إلى اليمن كساحة حرب وكساحة لبيع الأسلحة. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة إيناس زايد، مستشار قانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا من عمان. عودة أخيرة فقط للأستاذ طارق سرور بسؤال أخير، الحل الآن ما هو برأيك؟ إذا كانت الصورة بهذا الشكل، يعني منظمات غير موجودة، عدم اهتمام ولا مبالاة من قبل ميليشيا الحوثي التي تتخذ من المدنيين دروع بشرية، من سيحمي هؤلاء الناس في هذه المدينة؟ الحل أن تتحمل هذه المنظمات مسؤوليتها الأخلاقية، الحل أن أيضا السلطة الشرعية تضغط على هذه المنظمات بواجب تحمل مسؤوليتها بأن توضح الدور والوضع الكارثي الذي يعيشه أبناء تهامة،
الحل بأن يتم تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، بأن يتم تحديد عدد من الأشخاص منهم مسؤولين لتهيئة البداية يعني تجريمهم ومحاسبتهم، الحل بأن يتم توقيف التهريب السلاح لهذه الميليشيات، الحل بأن يتم نزع الميناء من هذه الميليشيات، الحل بأن يتم أيضا محاولة إنهاء هذا الصراع بشكل حاسم سواء سلما أو حربا. نعم. أثبتت الأربع سنوات الماضية بأن هذه الميليشيات لا تفهم إلا منطق القوة، بالتالي يجب أن يكون المجتمع الدولي على فهم وعلى إدراك لوضع هذه الجماعة. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي الأستاذ طارق سرور، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطاء والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى في حلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.